بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. النهارده عندي حاجه جميله قوي حضراتكم كنت بتدوروا عليها بنسبه هقول 90% ليدرز. من الحاجات الجميله قوي هنقدر نعملها دلوقتي لاولادنا ونقدر ننفذها. جميل قوي، مقرمش مفيهوش اي حاجه. اسمعكم الصوت؟ سامعين صوت اسناني؟ شايفين مقرمش؟ حلو جدا. هنقدر ان شاء الله مع بعض ننفذه. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا. طب هنشوف العجينه بتاعتنا عملنا فيها ايه. ده دقيق ذره عند العطار، بنجيب في حدود 4 معالق كبيره دقيق ذره، معلقه كبيره نشا، معلقتين كبار دقيق بيضه. لو احتاجت مني سنه ميه هنديها، ومعلقه كبيره من الزيت، وربع معلقه صغيره من ملح صوت صول. وقلنا نسبة الصوديوم فيه ضعيفة جدا، ما بيحبس المية. مهم جدا للسادة اللي عاملين دايت ونهتم بالدايت الايام ديت، مهم جدا للسادة مرضى الضغط. انا بس مش هستخدمه في كده كمان، انا بستخدمه في حاجة تانية اللي هو الدقة اللي بتتحط على التليدرز اللي شفناه من شوية. سنة لون صغيرة من لون الزعفران او لون الاصفر او لونه بتحط على الرز او كركم او كاري، بس لو حابين طعمه، مع معلقه كبيره لان هرش بس من ملح صوت صول، مع ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. طيب بنعمل ايه في العجينه ديت؟ العجينه ديت ادي عندي البيض، معلقه زيت كبيره، وادي الملح بتاعنا اهو بالصوره دي. وبعدين هناخد السائل ده، البيض والزيت والملح، وهننزل عليهم بالثلاث مكونات دول بس. خلص الموضوع بتاعنا. ادي النشا وادي الدقيق. ضروري تبقى العجينه قاسيه. عندي مكنه المكرونه يبقى تمام، ما عنديش مكنه المكرونه خلاص مش مشكله ابدا. هفرد رقيق جدا زي الجلاش، حتى لو احط ما بينهم رقات نشا. هعجن العجينه كده بالراحه على مهلي وارجع اوريها لكم تاني. العجينه احتاجت مني بق ميه صغير، شايفين عايزها تبقى قاسيه قوي، سيبها ترتاح شويه لان العجينه دي عرقها ضعيف جدا. شايفين اهي بس كده، شايفين؟ ونحطها في كيس ونسيبها ترتاح وارجع اوريكم هنفرد ازاي ونحمر ازاي. بعد ما فردنا كده بنفرد لاقصى طاقه عندنا، بنبدا نقطعها مثلثات كده. مش مطلوب منكم، مش هينزل معدتنا زي مثلثات الكروسو، مش هينزل معدتنا سليم. وادي كده بالشكل ده. اهم حاجة الخليط بقى اللي بيتحط عليه، اللي هو زي ما اتفقنا بيبقى بنحط معلقة صغيرة، اللي هو دوت معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من ملح، ملح طبعا لايت صوت صول. وقلنا على اهميته وقد ايه نسبة الصوديوم فيه قليلة، فما نخافش منه. مع سنة ملح ليمون صغيرة، في بره بيدوا ملح وجلوتامات عشان يدي الطعم، لكن مفيش داعي منه وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه دوت. سنة لون زعفران، على اساس لو حبينا ان احنا نديله اللون اللي انا عايزه. ببدأ اقطع كده بالشكل ده، والزيت يكون سخن عندي، ونشوف هنعمل ايه. انا عايز المرحله اللي قبل الاخيره عشان يبقى رقيق جدا. انا اقدر احط 3 طبقات زي ما بعض، زي ما عملنا السمبوسه، ما بينهم نشا، ونقطعهم. عايزكم تبقوا تدوا ايه ما بينها كده واحنا شغالين دقيق. لما نيجي نشيل ما نشيلش بالايد، نشيل بحاجه زي كده اهو كده. وما تخافوش حطه فوق بعض، وما تخافوش من اي حاجه، بس بالراحه جدا على العجينه لان هي العجينه رقيقه جدا مش مستحمله اهو. الزيت سخن عندي، نار عاديه خالص. مش عايز الزيت يبقى عالي قوي ولا هادي. ونقوم مطلعينه على مناديل كده بسرعه. هنيجي للخليط ده، ملح صوت صول مع
سنه لون اللي هو لون الزعفران مع ربع معلقه صغيره ملح ليمون. ونبدا نعمل كده عشان يديني المزازه المطلوبه. نبدا نعمل كده، شايفين عامل ازاي اهو. وفي النهاية وما فيش ما بيننا نهاية أبدا، يا رب يكون عجبكم الفيديو ونعمل أي حاجة نتسلى بيها، أي حاجة تكون مميزة لأولادنا. ربنا يحفظهم لكم يا رب ويعدي الأيام اللي احنا فيها على خير، يحفظ جميع الشعوب. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير. قناة الشيف محمود عطية، ألقاكم على خير والسلام عليكم.